بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مسألة: ماذا يصنع الموكل بالرمي عند الرمي؟ ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه. العناوين هذه العناوين ليست للمؤلف، العناوين هذه للشارع، العناوين هذه ليست للمؤلف. سمعت شيء ما أحتاج تقرأ هذه العناوين، العناوين ذي للمحشي. نعم. قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. نعم، هذه المسألة مسألة المستنيب. إذا كان الإنسان حاج يريد أن يرمي عن نفسه وقد وكله من يرمي عنه، أو عنده صغير أو عاجز يريد أن يرمي عنه، ماذا يعمل؟ في قول أهل العلماء، قول جماعة من أهل العلم أنه يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أول، ثم يعود فيرمي الجمار الثلاث عن موكله الأول، ثم يعود فيرمي الجمار الثلاث عن موكله الثاني. والقول الثاني أنه يرمي عن نفسه الجمرة الأولى، ثم يرمي عن موكله الأول، ثم يرمي عن موكله الثاني، ثم الثالث، ثم يذهب إلى الوسطى فيرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عن موكله الأول، وهكذا. وهذا هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله، يقول إن هذا هو فيه تيسير وليس هناك دليل يدل على القول الأول. نعم. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. أولا، يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثانيا، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثالثا، وينبغي للمسلم التعفف على عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: المتمتع والقارن كل منهما يجب عليه دم شاة يذبحها، وهذه الشاة إما شاة مستقلة من الضأن أو من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، سبع يشتركون في بعير أو سبع يشتركون في بقرة. والغنم لا بد أن يكون لها من الضأن ما تم له سبع سنين، ومن الضأن ما له من الضأن ما له سبع ما تم له سبع ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب والأمراض. والحكمة في وجوب الدم على المتمتع والقارن أنه أتى بعنوسكين في سفرة واحدة، حج والعمرة في سفر واحدة، فوجب عليه أن يشكر الله بذبح دم. وهذا لغير أهل مكة، أهل حاضر المسجد الحرام من كان مقيما في مكة يعني مستوطنا هو وأهله، لا يريد أن يرحل عنها ولا أن يضعن، فهذا ليس عليه، إذا تمتع ليس عليه دم. وهذا هو الواجب على المتمتع والقارن. أما المفرد فليس عليه شاة يذبحها، لأنه لم يأتي إلا بنسك واحد وهو الحج، والشاة هذه يأكل منها ويهدي ويتصدق، السنة يأكل ويهدي ويتصدق. نعم.
مسألة: في أحكام صيام المتمتع والقارن العاجز عن الهدي. أولاً: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. نعم، هذا العاجز عن الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد الحج، 3 في الحج قبل يوم العيد أو بعد يوم العيد، والثلاثة أيام التشريق 3، ولا يجوز صيام التشريق 3 إلا للعاجز عن الهدي، وما عداه فإن صيام هذه الأيام 3 محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، و7 إذا رجع إلى أهله، إن رجع إلى بلده، وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام في مكة أو في جدة أو في أي مكان يصوم 7 بعد الحج. نعم. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا. نعم. ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم، ولأنه أعون له على الذكر والدعاء إذا كان مفطرا، بخلاف ما إذا كان صائما فإنه يضعف عن الذكر والدعاء في عشية عرفة. نعم. ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. نعم. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. نعم. فصل: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. مسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على آداء الصلاة في المساجد. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات 5 في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد. نعم، مثل ما يفعله بعض الناس
يصلي في الشقة، يصلي في الفندق وحده ويترك الحرم والمساجد وهي قريبة، هذا منكر. ما دام يستطيع يجب عليه أن يصلي جماعة، يصلي جماعة ما يصلي وحده. بعض الناس يصلي وحده في الفندق أو في الشقة والمسجد قريب والحرم قريب منه، وهذا لا يجوز، لأن الجماعة واجبة، الجماعة واجبة، يجب عليه أن يصلي جماعة في المساجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة جماعة في المساجد، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كان الرجل من الصحابة ومن غيرهم إذا مرض يأتي يهادى باثنين يمسكون يديه حتى يصلون إلى المسجد، يصلي مع الجماعة من حرص على الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. كل هذه أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. كل هذا يدل على أهمية الجماعة. الصحابة رضي الله عنهم يرون أن المتخلف في متشبه بالمنافقين. نعم. مسألة: في بعض المنكرات التي يجب على الحجاج وغيرهم اجتنابها، يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها، كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالإسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك. التصوير الآن كثر في الجوالات، الآن وجدت الجوالات، كان أول ما كان في جوالات، صار التصوير الآن في الجوالات، صاروا يشغلون أنفسهم محرمون ويصورون، يشغل نفسه وقت بين الأذان والإقامة لوقت الدعاء بالتصوير يصور نفسه ويصور زميله ويرتكب المحرمات في وهو محرم وهو متلبس بالإحرام وهو منتظر للصلاة، فإن لهن يراجعون. نعم. والرضا بذلك
فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث هو الكلام في النساء، الجماع، جماع الرجل، الجماع والكلام في النساء، والفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي كلها، والجدال، الجدال بالباطل. نعم. ويجادل أخاه ويماري حتى يغضبه. نعم. مسألة في بعض مظاهر الشرك التي يجب على الحجاج وغيره اجتنابها، وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. نعم. يخرج من الملة والعياذ بالله. إذا دعا غير الله وذبح لغير الله ونظر لغير الله خرج من الملة، صار من أهل الأوثان وبطلت أعماله، إلا إذا تاب قبل الموت، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مسألة في بعض أنواع الشرك الأصغر. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كل هذا من الحلف بغير الله من الشرك الأصغر في الألفاظ: الرياء، الحلف بغير الله، حلف بالأمانة، حلف برحلتك، بشرفك، قول ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليه، كل هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجوز. نعم. والرياء من الشرك العملي الأصغر. نعم. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. مسألة: في بعض الأمور الواجبة على أهل العلم من حجاج ومقيمين، أولا: الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق. والمقصود من ذلك والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ولا تكتمونه، يعني المقصود تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك الظالمين فيصيبها ما أصابها، وإن كانت في أهل الكتاب كما قال بعض: مضى القوم ولم يعن به سواكم، مضوا، لكن المقصود نحن. إثارا للعاجلة على الآجلة، وقد قال الله تعالى: إن والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق، إثارا للعاجلة على الآجلة، وقد قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. حمر النعم يعني الإبل حمر، وهي أنفس أموال العرب، والمراد المثال هنا، والمعنى خير من الدنيا وما فيها. إذا هدى الله على يدك رجل خير من الدنيا وما فيها. نعم. متفق على صحته، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الطواف على حسب الاستطاعة، إذا كان هناك سعة، وإذا كان الزحام شديد كما هو الغالب أنه يكون في وقت الحج الزحام شديد، إذا كان زحام شديد فلا يشق على نفسه ولا يكلم نفسه، وإذا كان في متسع فلا بأس. هو مشروع مستحب للإنسان أن يكثر من الطواف في أوقات السعة، لأن الطواف عبادة لا يجدها في بلده، وإن كان جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، لكن هذه العبادة لا يجدها في بلده. ولذا قال العلماء يستحب أن يكثر من الطواف، لكن في غير وقت الزحام الشديد، في وقت الزحام الشديد هذا يؤذي نفسه ويؤذي غيره. نعم. مسألة في أحكام طواف الوداع. أولا، فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. إلا أنه خفف. إلا نعم. أنه خف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. متفق على صحته. طواف الوداع واجب في الحج عند جمهور العلماء وهو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خف عن الحائض. يقول أمر، الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والواصل الأمر للوجوب. ولما كان الناس ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. هذا يدل على طواف الوداع، أن طواف الوداع واجب في الحج. وأما العمرة ففيها خلاف، أكثر العلماء على أنه مستحب طواف الوداع العمرة ولا يجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه. نعم. ثانيا، فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرية. القهقرة. 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 نعم. بعض الناس إذا طاف طواف الوداع يمشي من خلف حتى يجعل الكعبة أمامه، يمشي من الخلف، يرجع من خلف حتى لا يرى الكعبة، يقول: لا أجعل الكعبة خلف ظهري. هذا ما الأصل، ليس بصحيح. الحمد لله إذا انتهيت تمشي على جهك ولو كانت الكعبة خلفك. نعم. فالرجوع إلى القهقرة بعد طواف الوداع هذا ليس عليه دليل. نعم. لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. فصل في أحكام الزيارة وآدابها. مسألة في فضل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. زيارة المسجد النبوي سنة مستحبة قبل الحج أو بعده، وليس لها ارتباط بالحج. بعض الناس يظن أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالحج، وأنه لا صح الحج إلا إذا زار مسجد النبي. زيارة الحج، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج، تزور في أي وقت، في محرم، في صفر، في ربيع، في جماد، في شعبان، في رمضان، في بعد الحج وقبل الحج، وليس لها ارتباط بالحج.
إذا سن مستقيم، ولو لم تزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حجك صحيح. لو حججت ولم يتيسر لك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحجك صحيح، ولا ارتباط للحج بالزيارة كما يظنه بعض الناس. بعض الناس يظن أنه إذا أن الزيارة مرتبطة بالحج وأنه لا بد أن يزور مسجد النبي إما قبل الحج أو بعده، وهذا ليس بالصحيح، لأن زيارة مسجد النبي ليست من أركان الحج ولا من واجباته ولا من سننه، بل هي عبادة مستقلة، زيارة فضيلة مستقلة لا علاقة لها بالحج. وسواء زارها قبل الحج أو بعده أو في غير وقت الحج الأمر واسع. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة، يقول النبي صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة فيه مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مساجد المدينة فليس فيها تضعيف، الصلاة تضاعف في خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة لها تبع المزيد، مهما اتسع المسجد فكله الفضل واحد. وإذا خرجت من المسجد وصليت في أي مكان فلا تضعيف، ما في مضاعفة. أما المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. والصلاة في المساجد الأخرى التي هي داخل حدود الحرم مضاعفة أيضا عند جمع من أهل العلم، عند المحقق من أهل العلم واختيار العلامة القيم واختيار سماحة الشيخ رحمه الله. فإذا صليت في أي في العزيزية أو صليت في منى أو في مزدلفة فهي الصلاة بمئة ألف صلاة. وقال آخر من العلم إن الصلاة لا تضاعف إلا في المسجد الذي حول الكعبة، والقول الأول أرجح، ولكن الصلاة في المسجد الحرام الذي حول الكعبة يمتاز بميزتين لا تجدهما في غيره. الميزة الأولى القرب من الكعبة، والميزة الثانية كثرة المصلين، كثرة العدد، هذا لا تجده في غيره. ولكن المضاعفة الصاب والراجح أنها تضاعف في جميع ما كان داخل حدود الحرم، أي مكان صلي داخل حدود الحرم فهي مضاعفة، بخلاف المسجد النبوي فإن المضاعفة خاصة بالمسجد، وليس فيه خلاف في أن تضاعف خارج المسجد. خارج المسجد النبوي لا تضاعف قولا واحدا، وأما المسجد الحرام ففيه خلاف، والراجح من القولين أنها تضاعف خارج المسجد كل ما كان داخل حدود الحرم، ومكة ومنى ومزدلفة كلها من الحرم، أما عرفة فليست من الحرم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. نعم، يعني الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. نعم، يعني يقول عند دخول المسجد كما يقوله عند دخول سائر المساجد، إذا دخل المسجد الحرام أو دخل المسجد النبوي أو دخل أي مسجد من مساجد الدنيا يقول هذا الذكر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج يقول هذا الدعاء أيضا، إلا أنه يقول بدل افتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك، وهذا يقال في سائر المساجد، وليس هناك ذكر خاص بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي. وأما الأذكار التي تذكر في دخول المسجد الحرام فهي جاءت في أحاديث ضعيفة لا تصح، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يعني يصلي ركعتين تحية المسجد قبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويشهد له بالبلاغ بالرسالة، ثم يزور قبر صاحب أبي بكر ويشهد له بالخير والصحبة، ثم يزور قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويشهد له بالخير وبالبلاغ، نعم، وبتبليغ الشريعة. نعم. وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه الروضة، الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، ما بين المنبر والبيت هذا هو الروضة. نعم. مسألة في كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا ويدعو له إيش؟ ويدعو ويدعو له قبله لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي نعم. عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له نعم. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. ثم يسلم. هذه كيفية الزيارة، هذه كيفية الزيارة، زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أول إذا أتى المسجد وقدم رجله اليمنى ويدعو بالذكر، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في وقوفه مستدبرا القبلة مستقبلا القبر، وجهه إلى القبر وظهره إلى الكعبة إلى القبلة، ويقف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويشهد له بالبلاغ ويشهد أنك بلغت الرسالة، يقول السلام عليك يا نبي الله يا خيرة الله من خلقه، أو قال السلام عليك يا خير المرسلين، هذا وصفه. ثم يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته، كل هذا حق. وإن اكتفى بالسلام قد سمع لك رسول الله ويسلم عليه فلا بأس.
ثم بعد ذلك يتأخر قليلا عن يمينه حتى يقابل قبر الصديق رضي الله عنه، ثم يتوجه عن يساره عن يمينه أيضا حتى يقابل قبر عمر، لأن قبر النبي هو يأتيك أولا، وأنت وإذا أتيت من جهة القبلة فإن أول ما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قبر أبي بكر، ثم يأتي قبر عمر. نعم. ثانيا ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. نعم. وإذا قال الصديق السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، غفر الله لك ورحمك، وكذلك عمر سلامك يا عمر فاروق، غفر الله لك ورحمك، وجاء السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. حسن هذا. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. يعني ابن عمر يختصر ولا يزيد، يأتي مسرعا ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه أبو عمر، ثم ينصرف إذا اختصر بهذا. وإذا زاد مثل ما سبق فحسن، قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة، السلام عليك يا رسول الله، ويدعو له السلام عليك يا عمر الخور، ويدعو له. حسن. نعم. ثالثا وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. يعني زيارة القبر، قبر النبي صاحبيه، وكذلك زيارة القبور خاصة بالرجال، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء للنساء أن تزور، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم جاءت الرخصة للرجال، قال إذا كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ثم نهي النساء. قالت المعظم رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلعن ما زائرات القبور والمتخذين الذين يتخذون عليها المساجد، يعني يجعلون الأنوار على القبور ويجعلون عليها المساجد، لأن هذا من وسائل الشرك، إذا جعل على القبر سرج وإنارة وكهرباء، وهذا دعوة إليها، دعوة إلى الإقامة وطول المكث، وكذلك وضع الرياحين والعطورات، وكذلك رفع القباب أو بناء القباب عليها، كل ذلك من وسائل الشرك التي لا تجوز. نعم. رابعا وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. نعم. أما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع للرجال والنساء، كذلك الصلاة على الميت للرجال والنساء، صلى على الميت. الممنوع على النساء تمنع من اتباع الجنائز، والذهاب إلى المقبرة أو إلى الميت، تقف عند الميت ممنوع منه. وأما الصلاة في المسجد هذا مشروع للرجال والنساء، مثل النبوي، كذلك الصلاة على الميت للرجال والنساء مشروع. نعم. خامسا ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. نعم. يعني يسن للزائر أن يصلي أقل شيء خمس صلوات
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا أقل شيء. وإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن يتنامل الأجر، وإن لم يفعل فلا حرج. إن جاء وزار ساعة ونص ساعة وخمس دقائق وذهب فلا حرج، لكن الأفضل يعني أن يصلي يجلس يوم واحد يصلي خمس صلوات وفي الدعاء إن تيسر فهو حسن. نعم. مسألة. نعم. الروضة الشريفة وفضل الصلاة فيها وأفضلية الصف الأول في المسجد النبوي عليها. أولا يستحب يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثانيا أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية القبلية يعني قبل المسجد، يعني قبل المسجد زيادة قبل المسجد. نعم. وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأما المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. يعني يقول رحمه الله: يستحب الإنسان أن يصلي في الروضة الشريفة صلاة النافلة لا صلاة الفريضة، يصلي صلاة النافلة في الروضة الشريفة، وهي ما بين بيته ومنبره، لقوله عليه السلام: ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تستحب الصلاة، قالوا: ما في دليل يدل على صحة الصلاة، الحديث فيه بيان فضل الروضة ولا فيه فضل الصلاة، ما قال فليصلي، قال: ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. يعني قال بعضهم أن هذا المكان ينقل يوم القيامة ويكون إيش في الجنة. والشيخ رحمه الله وبعض العلم ذهبوا إلى أنه يستحب الصلاة في الروضة الشريفة، لكن هذا الاستحباب خاص بالنافلة، أما الفريضة فإن عليه أن يتقدم في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه زاد في المسجد المقدم الآن،
فإذا جاءت الفريضة فإن الإنسان يتقدم للزيادة ولو كانت أمام الروضة. لماذا؟ للأحاديث التي فيها الحث والترغيب في الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على الاستهام، يعني لو يعلم ما في من الأجر لا تشاحوا وتزاحموا حتى تفصل بينهم القرعة. وقول عز وجل تقدموا فأتموا بي ولتم بكم من بعدكم لا يزال القوم يتأخرون حتى يوخرهم الله في النار. قال الصوم كان الصوم الملائكة عند ربها يصومون الصف الأول في الأول، هذا في حث على الصف الأول ولو كانت زائدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا واضح الآن والناس يعلمون هذا، يتقدمون الآن في الصف الأول الذي خلف الإمام ولو كان متقدما على الروضة الشريفة. نعم. تنبيهات لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: التحذير من الأمور المحدثة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف على هذا غدا إن شاء الله. الأسئلة نعم. نقف على هذا. يقول السائل: ما حكم كتابة ما شاء الله على السيارات وتعليق آية الكرسي في المجالس؟ ما شاء الله لا بأس، إذا لم يعتقد يعني إذا لم يجعلها يعني من باب التميمة، إذا كان يعتقد أنها يعني تحفظ أو تنفي العين فلا، أما إذا كان لا يعتقد شيء فلا بأس، يعني يكون يكتب ما شاء الله كتابة الكرسي ويعتقد أنها تدفع العين هذا لا يجوز، لأن هذا من باب التميمة، مثل لو علق تميمة متعلق تميمة لا تميمة الله، إذا كان بهذه النية ممنوع. أما إذا قرأها للتذكير حتى يتذكر من يأتي ويتذكر آية الكرسي، أو يقول المقصود أنه إذا كان باب دفع العين أو دفع باب دفع العين أو دفع الشر أو يعتقد أنها تدفع فهذا لا يجوز، فهذا من باب التميمة. والنبي يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله عليه. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، هل يعني ذلك أشهر الحج؟ لا، يعني ذلك قبل العيد أو بعده، بعد العمرة، بعد ما ينتهي من العمرة يصوم 3 أيام في الحج، وليس المراد أنه في أيام الحج يعني شوال وذو القعدة والحجة. إذا أحرم بالعمرة فله أن يصوم، له يصوم من أول الحجة أو بعد العيد 3 أيام التشريق. نعم. يقول السائل: هل على من خرج من مكة مسافة دون السفر طواف وداع؟ لا، من خرج يعني قريب ثم رجع فليس عليه وداع، لكن إذا أراد أن يسافر فلا بد أن يطوف الوداع. نعم، كذلك لا يذهب إلى جدة حتى يطوف الوداع. نعم. نعم. يقول السائل: ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله شرك أصغر، يقول النبي: الحلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به له من التعظيم كتعظيم الله أو أنه استحق شيئا من العبادة صار شرك أكبر. نعم. يقول السائل: هل يدخل الرفث في العمرة أم هو خاص بالحج؟ لا، يدخل في العمرة أيضا كذلك، لا رفث ولا فسوق، العمرة حج أصغر، لا يجوز الإنسان يجامع وهو محرم ولا يتكلم في النساء وهو محرم، الحج عمرة، وكذلك المعاصي والفسوق والجدال ممنوع منه الحاج والمعتمر. نعم. يقول السائل: ما الأفضل للمقيم بمكة، التمتع أم القران أم الإفراد؟ الصواب أن الأفضل التمتع لمن جاء من الحجاج، أما من أهل مكة فليس عليهم عمرة، المكة
يحرم بالحج من بيته ثم يذهب، ما في عمرة إلا إذا خرج، إذا خرج إلى الطائف أو خرج إلى المدينة أو خرج إلى الرياض أهل مكة ثم رجع يأتي بعمرة. أما ما دام في مكة فلا يأتي بعمرة، يحرم بالحج من بيته يوم الثمانية ويخرج إلى منى مع الناس ويكمل الحج، والعمرة يأتي بها في وقت يخرج فيه من مكة، هذا مقيم مكة. أما القادم خارج الرياض، خارج مكة، جاء من الرياض أو من المدينة أو من الطائف أو من السودان أو من مصر أو من أي مكان، هذا الأفضل في حقه التمتع، يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يبقى حلالا ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، إلا إذا جاء متأخر، إذا جاء يوم عرفة متأخر وخشي أن يفوته الحج فهذا يحرم بالحج مفرد أو يحرم بالحج والعمرة قارن، لأنه لا يتمكن من العمرة، إن هذا هو الأفضل. نعم نعم كذلك، نعم المقيم كذلك ما دام في مكة الأفضل أن لا يأتي بعمرة هو في مكة. نعم نعم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني من غير طواف؟ لا يجوز، لا بدعة، إلا في حالة واحدة، إذا كان معتمرا ثم طاف سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف المقام فإنه يأتي ويستلم الحجر قبل أن يذهب إلى الصفا والمروة، إن تيسر له يستلمه ثم يذهب ويسعى، وإن لم يتيسر تركه، وما عدا ذلك فهو بدعة. ما فعل بعض الناس الآن إذا سلم من الصلاة ذهبوا يتراكضون يركضون يقبلون الحجر ثم يرجع وقبل ثم يرجع بدون صلاة بدون طواف، هذا بدعة ما له أصل. نعم. يقول السائل: ما حكم كشف الوجه للمرأة أثناء العمرة؟ لا يجوز المرأة أن تكشف العمرة إذا كان عندها رجال أجانب، بل عليها أن تستر وجهها بالخمار، ولكن لا تستر وجهها بالمخيط وهو البرقع، المخيط على قدر الوجه، وكذلك النقاب الذي يفتح له فتح عينين، مخيط إذا كان مخيط ممنوع، كما أنها لا تستر يديها بالقفازين بالشراب، ولكن تستر يديها بثوبها أو بعباتها، كذلك الوجه لا تستر بالمخيط ولكن تستر بخمارها، تنزل الخمار على وجهها لأنها عورة، فهي لا تكشف وجهها ولكن تستره بأي شيء، تستره بالخمار لا بالمخيط، المخيط البرقع، مخيط على قدر الوجه أو النقاب، كذلك لا تستر يديها بالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تنقب السفن، لا تنتقب المرأة يعني المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكنها تستر يديها بثوبها أو بعباءتها لا بالمخيط. نعم. يقول السائل: من كان ساكنا بمكة واعتمر في شوال ثم إذا جاء وقت الحج نوى الحج مفردا، هل تكون هذه العمرة تمتعا ويكون عليه هدي؟ نعم تكون تمتع، لكن إذا كان مقيم من مكة ما عليه هدي ولو كان متمتع، يقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أهل مكة إذا تمتعوا ما عليهم هدي، أما غيرهم غير أهل مكة فعليه هدي. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب الحيض في الحج؟ نعم لا بأس، إذا احتاجت بشرط لا ضر بصحتها، تحتاج ترفع الدم حتى تتمكن من أداء الحج أداء الطواف، أو كذلك حتى تتمكن من الصيام في رمضان، لا بأس إذا كان لا يضر بصحتها، فإن كان يضر بصحتها فلا تستعمله. نعم. يقول السائل: هل التأمين يكون مع الإمام أو بعد انتهائه منه؟ يكون التأمين بعد انتهاء الإمام من قول الضالين، سواء معه أو قبله أو بعده، إذا في الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، سواء كان مع الإمام أو قبله أو بعده، مالك دخل بالإمام، أنت إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمن، سواء وافقته أو خالفته. نعم. يقول السائل: هل يجوز قصد المدينة من أجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة، يقول العلماء: الزيارة شد الرحل والسفر من أجل القبر هذا بدعة، سواء قبر النبي أو قبره، ولكن تزور بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصدت الأمرين الزيارة وزيارة المسجد وزيارة القبر فلا بأس.
لكن كونك ما تقصد إلا القبر هذا بدعة. نعم. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في صلاة النافلة ماذا أفعل؟ إن كنت في الركعة الثانية تكملها تكملها، وإن كنت في الركعة الأولى ولا تتمكن اقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأن الفريضة أهم، ولأن قد تفوتك تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. نعم. أما إذا كنت في الركعة الثانية كملها، لأن أقل الصلاة ركعة ولا يبقى عليك شيء، تكملها خفيفة. نعم. ما يحتاج بالنية، إذا نوى قطعها انقطعت، ما يحتاج تسليم. نعم. يقول السائل: ما حكم من أتاه الساحر وقال له سوف يحدث كذا وكذا، وما الوصية فعله إذا أتاه ساحر بكلام لا يرضيه؟ الساحر كذاب لا يقبل كلامه، وليس لك أن تأتي إلى الساحر ولا أن تسمع كلامه. والإتيان إلى الساحر: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا وسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وش جالبك للساحر؟ ما الذي يتبك للساحر حتى تسمع كلامه؟ إذا أتيت إليه لا تقبل لك الصلاة، وسألت لا تقبل لك الصلاة 40 يوما. احذر من السحرة، لا تأتي إليهم. ولما سألهم عن السحرة أو عن الكهان قال: ليسوا بشيء، إن أخبارهم لا يوثق بها. فليس لك أن تأتي إلى الساحر ولا إلى الكاهن، ولا أن تقبل كلامه، ولا أن تأخذ منه، ولا أن ترفع من شأنه، بل عليك أن تنكر عليه وترفع به إلى ولاة الأمور حتى يقام عليه الحد، حتى هو الساحر حده ضربة بالسيف من قبل ولاة الأمور، لكن هناك من يقيم الحدود حتى يسلم الناس من شرهم وبلائهم. نعم. يقول السائل: هل يقرأ بعد الطواف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ إيش؟ هل يقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بعد الطواف؟ نعم، لا بأس، إذا قرأ الآية حسن، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر صلهما في أي مكان. نعم. يقول السائل: أحرم بالعمرة في أشهر الحج لنفسه، ثم وهو يريد أن يحج عن غيره مفردا، فهل عليه هدي؟ نعم، عليه هدي، كل عمرة عن واحد والحج عن واحد عليه هدي، شاة يذبحها، ولا بأس أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر. نعم. يقول السائل: أنا أريد الحج لكني لا أستطيع دفع التكاليف أجرة الخيام، هل أبيت بمنى إذا لم أجد مكانا في منى؟ نعم، تبيت في أي مكان، في أي مكان تبيت، ما يعني أكثر من نصف الليل، إذا كان نصف الليل 5 ساعات تبيت 5 ساعات ونصف، إذا كان نصف الليل 5 ساعات ونصف تبيت 6 ساعات، في أي مكان تحاول أنك تجلس في أي مكان. نعم، إذا كنت ما معك نساء ولا أطفال. نعم. يسأل عن طواف الوداع متى يكون، هل يكون بعد إكمال المناسك؟ نعم، طواف الوداع بعد إكمال المناسك لا بد أن يكون انتهى من الرمي في أيام التشريق 3، وطاف الإفاضة، وإن طاف الوداع الإفاضة ونوى عن الوداع عند السفر كفى، لا بد أن يكون آخر حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وفق الله جميع الصالحين.